اليوم استاذ مراد كنائب الصرافين، انتم عم تطالبوا انه عم يصير في اجتماعات بس ما عم يبحث وضعكم انتم كنقابه كدور بالوضع الاقتصادي، شو هي مطالبكم؟ نحن من فتره طويله نحن قدمنا لحتى نكون ارض، وقدمنا مشروع قانون ويمكن بقي فتره طويله بالادراج. نحن مطالبنا انه نحن نكون ارض، هذا ينبت بامرنا، ما نضلنا نحن على الهامش. وضعنا نحن اكيد بياثر على السوق، وضعنا مهم لدرجه مثلنا مثل البنوك، يعني في عنا فئات، عنا شاحنة، عنا درجة أولى، وعنا درجة تانية، شريحة كبيرة بعد 300. يعني عم تقدموا خدمات أكثر ما أنه عم أكيد نحن أحسن من البنك. نحن وقت اللي أنا بدي أشتغل بالعملات وبدي أشتغل بالتحاويل وبدي أشتغل بالذهب وبدي أشتغل بالشيكات البنكية، هذه من ضمن شغلي. بس نحن لحديت هلا مش عارفين لا هيك ولا هيك، لا أبيض ولا أسود، نحن بدنا نعرف حالنا. نحن قدمنا المشروع القانون وهذا المشروع لازم ينبت فيه أكيد مجلس النواب، لازم ينبت فيه مشان حتى نعرف بالأخير. نحن لازم نكون إلزامية، ما نضلنا نحن إذا حتى طلعنا بقرار بالنقابة الصرافي ما يلتزموا فيه. وكمان عم تقولوا في أبي طلعت من السوق، طلعت من السوق عشان بالوقت الحاضر آخر قرار كان من الدولة إنه الفئة ب ما تاخد من مصرف لبنان، مصرف لبنان ما بيعطي إلا فئة ألف، فئة الألف ما قدراني هلأ تعطي، كانت تعطي هي الفئة ب، بس هلأ ما قدران تعطيها على الشح اللي موجود. بقى نحن منطالب إنه نرجع لطبيعتنا، نرجع لكونك صرافة. اليوم سعر الدولار ارتفع يعني بالسوق السوداء، اكيد بدنا نشهد نحن ارتفاع، اكيد بده يتخربط السوق، وضع سياسي مأزم، لا عارفين حالنا، في وزاره ما في وزاره، العالم عايشه بخوف، هذا كلياته بياثر على العمله. لازم نحن نلاقي حل، هذا الحل لازم يكون هلا، لازم يكون من امبارح مش من اليوم. لازم تتشكل حكومه، لازم نعرف الوضع لوين رايح. العالم كلياته صار ضايعه، صار كلياتهم هواجسهم الدولار، العالم كلياته صار سوق سوداء، بطل في سوق الحقيقي نحن اللي كنا نحن ملتزمين فيه. يعني اليوم عم بتطالب الدوله انه تحدد دولتهم، هذا الاساس. نحن شريحه كبيره ونحن لازم نكون موجودين، يعني هلا نحن مغيبين، ما في حدا عارف حاله كان صراف ولا كان عم بيعمل خدمات.